سمعت الفيديوهات اللي حولتها ماشي عشان خاطر حر في الكلام من ده كله فغيرت الكاري شويه دخلت بقى على التكنيكال اوفيس فبعمل نفسي برضه من فتره بعمل نفسي ابديت وابجريد حضرتك لكل الداتا اللي انا اقدر كل المجالات اقدر اشتغل فيها واحتاجها يعني منها الكوست طبعا تمام اتشرفنا بيك يا باشمهندس وان شاء الله يكون الكورس فاليو ادد جميع باذن الله اشكرك انا متشرف الله يخليك يا باشمهندس اللي بعد كده باشمهندس احمد شوقي السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته انا مهندس احمد شوقي تيم ليدر كيو اس في شركه اي سي سي حاليا في مشروع مراسي المشروع عباره عن 16 مبنى ريزيدنشال بلس الهب السكوب حوالي 1.4 مليار لا ثواني حضرتك في شركه اي سي سي شركه اي سي سي اه سي 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 ولا اي سي سي ACC في مراسي هنا في مصر Construction Company Arabian Construction Company في مصر حالي ماشي طيب حضرتك معلش شغال ايه بالظبط انا Team Leader QS QS طيب QS. حضرتك Certified اي Certificate بي سي او اي حاجة لا بس انا كنت عندي نوليدج يعني البي ام بي وكنت واخد بي ار ام جي في اليو سي تمام انت دفعه كام يا باشمهندس دفعه 2010 تمام طب حضرتك مهتم اكتر بالامتحان ولا بالنوليدج بتاعت الكورس لا هو النوليدج طبعا اكيد بس يعني انا ان شاء الله ناوي اخش الامتحان يعني بس هو النوليدج طبعا مهمه تمام في حاجة تانية حضرتك عايز تضيفها؟ لا ميرسي جدا شكرا شكرا باشمهندس تامر السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته مع حضراتكم المهندس تامر طلعت سينيور كيو اس انجينير هيل انترناشونال دفعة 2006 طبعا بشتغل في مشروع اسمه سراي سيتي على كيلو 45 طريق السويس هو بحوالي 12 مليار جنيه متقسم طبعا على مراحل فلسه في المرحلة الأولى والثانية منهم يعني طبعا من APRMG الـ AOC وطبعا عندي Preparation PMP بس طبعا أجلت الامتحان دلوقتي طبعا أنا يعني أهتم أن أكون Certified يعني CCP لكن طبعا النوليدج اهم حاجه اعاده ترتيب النوليدج دي حاجه مهمه وبعدين الامتحان طبعا يبقى معايا السيرتيفيكيشن تمام حاجه دفعه كام معلش 2006 تمام اذا في باشمهندس محمد عثمان الو السلام عليكم وعليكم معك محمد ممدوح عثمان ليد بروجكت كنترولز بي ام بي ار ام بي سيرتيفايد من سنه 2014 شغال في مشروع مترو الرياض في السعوديه مع شركه سي 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 مهتم طبعا بالسيرتيفيكيشن والنوليدج طبعا في حد داخل باسمين يا جماعه في يا جماعه حد داخل من الموبايل واللابتوب انا لا مش انا طبعا طيب ثواني نشيك على حاجه كده يا جماعه معلش
طيب كده الكل واضح بالنسبة له الصوت؟ صوت واضح. طيب هستأذنكم بس حضراتكم ترجعوا تاني تعملوا ميوت، واللي عايز يسأل أي حاجة يخش يسأل على طول. تمام أوكي. تمام يا باشمهندس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنبدأ مع بعض الكورس دلوقتي. أنا زي ما تعرفت عليكم حابب بس أعرفكم على نفسي. أنا اسمي أحمد محمد عبد المقصود، ماستر أوف ساينس في البروجكت مانجمنت، سيرتيفايد سي سي بي وسيرتيفايد بي بي وسيرتيفايد ار بي وسيرتيفايد سي سي اس بي وأسوشيت ممبر في الشارتر أوف أربيتريشن. أنا أول حاجة بس سألت الجميع إن هو هل هم سيرتيفايد ولا لا، لسبب إن هو الكورس اللي إحنا بناخده سي سي بي بيغطي أكتر من ديسيبلين في البروجكت مانجمنت. فكنت بس عايز اعرف الناس كلها على سيم لاين ولا بس في حد مثلا سيرتيفايد هيكون بالنسبه له المعلومه دي سابق الاوان او عارف كده. ان شاء الله شبه الناس كلها على خط واحد. يعني انا الاول كنت شغال في السعوديه، وقبلها طبعا كنت شغال في قطر. دلوقتي سينيور بروجكت كنترول انجينير في شركه حسن علام في الهيد اوفيس. فإن شاء الله نبدأ الكورس مع بعض، وبإذن الله يكون الكورس مفيد للكل. في حد عايز يسأل في حاجة في الانترودكشن دي السريعة؟ طيب تمام. الكورس اللي احنا هناخده مع بعض هو عبارة عن preparation certificate، وطبعا هنغطي موضوع النولج. بإذن الله هنحاول على قد ما نقدر نربط الكورس او المادة العلمية اللي احنا بناخدها مع بعض بالحياة العملية. يعني هتكون الكورس مش just preparation، وده اللي انا بحب اشتغل بيه. لا، ايه اللي انت بتشوفه بره او ايه اللي احنا بنشوفه في الماركت عامة. الكورس بالنسبة لنا هيكون 7 lectures، ففي غلطة هنا ان هي موجودة 10، فناخد مع بعض 7 lectures. هو اوريدي بتاعت البلان بتاعه على الجروب، وعدد الساعات راوند ان شاء الله 40 ساعة نقضيها مع بعض. حد عنده فكرة عن الشهادة او الدي سي بي دي هي عبارة عن ايه او تبع انهي انستيتيوت؟ طيب باشمهندس علاء الدين حضرتك معانا؟ علاء عفيفي مع حضرتك. لا، علاء عفيفي تعرفنا مع بعض، لكن في باشمهندس دلوقتي جاي ريسنتلي اسمه علاء الدين ابو زيد. طب سمعنا؟ باشمهندس علاء الدين، طيب هنكمل يا جماعة. وهو الظاهر في عنده مشكلة في النت. هل عند حد فيكم فكرة عن الشهادة؟ طيب شهادة الـ CCP أو Certified Post Professional هي تبع انستيتيوت اسمه AACE، American Associate of بوست انجينيرنج. طبعا المعهد ده عباره عن معهد امريكي، هو كان عباره عن 1975 كان فيه عباره عن 65 يو اس حاولوا يحولوا النولج اللي عندهم
يعني مدرس فهم ابتدوا الفكره من هنا فهم عملوا الانستيتيوت ده وقدموا ماده علميه ايه الكونتنت اللي فيها وايه بالنسبه لهم بيدي سيرتيفيكت. هل في شهادات تاني غير السي سي بي تبع الاي سي؟ في في شهاده اسمها بي اس بي اللي هي بلاننج سكادولينج بروفيشنال. في باشمهندسين انتوا كده معانا؟ باشمهندسين انا مع حضرتك مهندس معاك على العكس. تمام كده تمام صح احمد شوقي تمام اوكي كمل طلع تمام. معلش كان حصل في مشكلة في النت يا جماعة فإن شاء الله هوبفل إن ما تحصلش تاني. نكمل الانترودكشن للسيرتيفيكت دي. الشهادة دي أول حاجة بس عايزك تبقى عارفها الأكريديشن أو الدرجة العلمية بتاعتها أو الدرجة الأكريديشن ديجري بتاعتها هي تي إم تريد مارك يعني أعلى من الشهادات اللي هي بروفايدد باي بي إم آي اللي هي بروجكت ناشونال زي البي ام بي وزي الار ام بي وزي الاس بي. الشهادات اللي بتطلع من اي سي درجه الاكريديشن بتاعتها تي ام اما الشهادات اللي بتطلع من بي ام اي هي جاست ريجستر. تمام ده تايم فريم او اللايف سايكل بتاعت السيرتيفيكت. انت اول حاجة لازم تكون عارف الاليجيبيليتي او المتطلبات اللي هي مطلوبة منك ان اول حاجة لازم تكون 4 سنين خبرة بعد التخرج. لو انت متخرج من بكالوريوس او احنا زي ما احنا كلنا هنا مهندسين يبقى انت محتاج 4 سنين خبرة. طيب لو انت مش متخرج من بكالوريوس يبقى انت محتاج 8 سنين خبرة بعد السيرتيفيكت اللي معاك. طيب اول حاجه لازم تكون 4 سنين. بعد كده لازم تكون او مش لازم يفضل انك انت تكون في discipline related to project management زي البلاننج زي الكوست كنترول اند سو اون. بتجمع اول حاجه شهادات الخبره بتاعتك وشهادة البكالوريوس لازم أول حاجة تكون بالإنجليش عشان بس ما يحصلش إنه يرجع عليك بفيدباك تاني يقول لك عدل الشهادة ترجمها وتعالى وابعتها تاني. طيب أول حاجة بتجمع شهادة البكالوريوس بتاعتك وشهادات الخبرة. بعد كده بترفعها أو بتعمل بريبير للسبميت معاها بريبير التكنيكال بيبر. التكنيكال بيبر دي أنت بتختار أي توبيك ريليتد بالكوست تكتب فيه. انا مثلا عايز تكتب مثلا في البرولونجيشن كوست او مثلا الديسربشن كوست يو تو ديسربشن. فبتضطر تعمل تكنيكال بيبر ما اعرفش مريته بحاجه زي كده ولا لا اللي هي تكنيكال رايتنج
انك انت بتختار توبيك وبتستفيد فيه او بتكتب فيه ليها requirements ان هي مثلا ما تقلش عن 2500 كلمة ما تقلش ما تزيدش برضو عن 5000 كلمة ليها structure معين ممكن اقدر ابعتهولكم على الجروب ان شاء الله hopefully انك تكونوا كويسين في موضوع technical writing علشان ده يعتبر 50% من ال التشالنج بالنسبه لك انك انت لازم تحققه ان احنا هنشوف مع بعض بعد ما انت بتجمع الشهاده البكالوريوس والشهادات الخبره وطبعا التكنيكال بيبر تكون مخلصها بتدفع الفيز بتاعه الامتحان وهي اي ثينك حوالي 605 او 620 دولار بتدفع وبتعمل ابلود للدوكيومنتس بتاعتك بعد كده بتستنى حاجه اسمها كليرنس للكليرنس للامتحان السايكل دي بتاخد حوالي شهر ونص يعني انت بتعمل ابلود وبتدفع على الويب سايت بتاخد ماكسيمم شهر ونص يعني انا مثلا رد عليا بعد 20 يوم انك انت كده اليجيبل بالنسبه ان انت تخش الامتحان بيديك حاجه اسمها كليرنس كود كليرنس كود ده بتخش على ويب سايت تاني بتعمل بتحدد وقت الامتحان وانس ان هو بعت لك الكليرنس ليتر قدامك حوالي 6 شهور لازم تكون دخلت ونجحت طيب ليك كام راوند انك تخش لا قدر الله لو ما عرفتش تحقق الامتحان ليك حق 3 ترايلز انك انت تخش يعني انت اول ترايل ما توفقتش ممكن تسجل تاني وتخش الامتحان ما توفقتش ثالث مره وخلاص بعد كده بتعيد السايكل من اول وجديد طيب الثلاثة ترايلز وزن الست شهور من اول ما بعت لك الكليرنس ليتر خلاص طيب فنخلي بالنا بس من التايم فريم ده انك انت وانس ان انت بتعمل سبميت للدوكيومنتس بفضل ان انت بتبتدي تذاكر علشان الوقت ما يعدش عليك ان هو زي ما اتفقنا وانس ان هو بيبعت لك الليتر ده بيبتدي يعد عليك ست شهور طيب الاليجيبيليتي اول حاجه الكليرنس وبيجي يعمل تشيك عليك في التكنيكال بيبر التكنيكال بيبر لازم تكون النسبه بتاعت البلاجيريزم او الاقتباس الادبي لا تتعدى ال 10% بمعنى ان انت لو كتبت تكنيكال بيبر 3000 كلمه مش من حقك غير ان هو حوالي اراوند 300 دي مقتبسه طبعا هو بيعمل تشيك عليك في ويب سايت الويب سايت ده هو اللي بيعمل تشيك عليه يفضل ان انت تعمل عليه ريجستريشن وتعمل عليه تشيك قبل ما انت تسبميت التكنيكال بيبر دي لكذا سبب ان انت ممكن لو انت واخد كوبي بيست بيجي يعمل لك للاسف بلوك لمده 6 شهور وبياخد الفلوس اللي انت دفعتها وبيعمل لك بلوك 6 شهور لو انت عملتها تاني بيعمل لك بلوك فوريفر على ده وبرضه بياخد الفلوس تاني فتخلي بالك في موضوع التكنيكال بيبر انها مهمة طيب طبعا الامتحان عبارة عن 5 ساعات هنشوفه مع بعض ايه الموديولز اللي هي فيه بس خلينا اقول لك انه بعد ما انت بتحجز الامتحان بتخش الامتحان انت عندك 2 اوبشنز ممكن تأتشيف الامتحان بس للأسف تكون مش التكنيكال بيبر بتاعتك ضعيفة أو محتاجة انك انت بعض الأدجستمنت تعملها هنا بتعيد التكنيكال بيبر لكن مش بتعيد الامتحان في المست لو انت التكنيكال بيبر بتاعتك كويسة والامتحان لا قدر الله للأسف بتعيد الامتحان اللي هي الثلاث ترايلز المهم انت لازم بتكبر التو المايلستونز دول وزن الست شهور تمام بالنسبه للشهادات حضرتك بتجيب شهادات خبره من المكان اللي انت اشتغلت فيه بيغطي 4 سنين بعد التخرج تخصص يفضل لو عرفت تجيبها كورس لكن لو عرفت تجيبها اي حاجه ريليتد بالبروجكت مانجمنت مفيش مشكله لا هو يعني هو مكتوب في الريكويرمنت ان هو يفضل لكن ما قالش لازم ف
فدي بالنسبة لنا مش مشكلة، بس الحاجة اللي تخلي بالك منها اللي لازم تكون تغطر يعني لازم تغطر 4 سنين بعد التخرج. يعني 4 سنين لو كمان بوص ولا ممكن تسلم بوص؟ لا عادي تمام. في حد عايز يسأل في أي حاجة لحد دلوقتي؟ طيب الامتحان بتاعنا هو عبارة عن 4 مديولز. أول مديول ده بيتكلم عن البيزك كوست انجينيرنج سكيلز اند نوليدج، بيتكلم عن شوية فاندمنتالز. تاني حاجة وده أهم مديول اسمه ايكونوميك أناليسيس. الايكونوميك أناليسيس ده بيمثل 25% يعني كل مديول من المديولز دي 25% من الويت بتاع الامتحان. مديول 3 بيتكلم عن البروجكت مانجمنت. مديول 4 كوست استيميتنج اند كنترول. طيب الكونتنت بتاعنا او السيلبس بتاع الكورس ده عباره عن 6 سيكشنز. الست سيكشنز دي متقسمه على 34 شابتر. ال 34 شابترز متقسمه على الاربع مديولز. يعني انت مثلا الايكونوميك اناليسيس عباره عن 2 شابترز، هو شابتر 7 وشابتر 27 بيكلمك على الايكونوميك اناليسيس. 2 شابترز دول عليهم 25% من الامتحان. مديول رقم مثلا 3 ده البروجكت مانجمنت، ده بيغطي عباره عن 11 شابتر. 11 شابتر دول بيتغطى 25% من الامتحان. فطبعا الويب اكبر ان انت عندك 2 شابترز، لو ركزت عليهم انت كده تمام 25% الامتحان عباره عن 5 ساعات. الاسئله عباره عن 120 سؤال، عباره عن مالتي تشويس او ام سي كيو. كل الفورمولز اللي احنا هناخدها مع بعض وهي كتير هي موجوده عندك في الامتحان الا المعادلات بتاعه الانترنت فاليو. معرفش في ناس اوير بالمعادلات دي ولا لا. احنا طبعا في شابتر هناخده اسمه كوست كنترول او اللي احنا بناخد فيه معادلات الارنت فاليو. دي الوحيده المعادلات اللي هي مش بتجي لك في الامتحان. اذروايز كل المعادلات اللي احنا بنمر بيها في الكورس دي هتجي لك بتبقى موجوده اوريدي في الامتحان. الاسئله دي طبعا بتبقى اسئله يا اما سيمبل يعني عباره عن ستيتمنت فانت بتختار الكلمه او بتختار الترمينولوجي اللي هو محتاجه، او هي عباره عن مسائل. الصعوبة في الامتحان ده الانترفيس بتاع الامتحان ان هو بس مختلف شوية عن الامتحانات الجماعة اللي دخلوا بي ام بي او كذا. بيختلف في الشاشة بتجيلك مقسومة نصين، النصين ده نص بيبقى فيه سيناريوهات بتختار السيناريوز اللي انت ريليتد بالاسئلة اللي بتجيلك. يعني هي عبارة عن مقسومة نصين، نص اسئلة ونص سيناريوهات. خلال الاسئله هو بيريفير لسيناريو وبيبقى بيكتب لك رقم، فانت تراك الاول الاسئله. بعد كده مثلا بيجي يقول لك افتح سيناريو 1.3، تروح على البيج بالرقم النص الثاني في الشاشه تفتح فيه بيبقى توب داون ليست كده، تفتح سيناريو 1.3 هيجيب لك القصه او الستوري او المساله اللي هو بيحكي فيها. في صعوبه فعلا في الانترفيس انك انت تبقى فاميليار معاه الاول، بس ان شاء الله واحده واحده او في اخر الكورس ممكن ناخد حاجه مشابهه للامتحان او زي سيميوليشن الامتحان بيبقى شكله ايه. في اي حد عايز يسال في اي حاجه عن الريكويرمنتس بتاعت الامتحان او الستراكشر او عباره عن ايه الامتحان؟ طيب الامتحان مكانه فين؟ هنا في القاهرة أو هنا في مصر؟ الجماعة اللي في مصر ليه مكان واحد بس في القاهرة في صلاح حسين. الجماعة اللي في السعودية يعني أنا امتحنت في الرياض في برج في العليا اسمه كامبي تاور، هو ده اللي بيبقى فيه الامتحان. الامتحان طبعا بيبقى كله سي بي تي اللي هو كمبيوتر بيست، فزي امتحان بي ام بي يعني هو
انا بعته كريلين بان ولا كريلين ده هو السيتنج نفسها البيزنس بتاعها انت. طيب في هنا مشكله انك انت الانستيتيوت ده بيبعت لك يعني انت بتدوس سبميت للامتحان بس ازاي بيديك انك انت تعرف نجحت ولا لا قدر الله حصل رسوب. بتاخد لو انت بتتكلم عن بي اس بي طيب كتير اسمه غريب شويه الامتحان بتعمل سبميت وبيجي لك النتيجه بتاعته خلال 45 يوم. بس امتحان السي سي بي بتظهر بدري شويه بتظهر في خلال الثلاث ايام ثلاث ايام بيردوا عليك انك انت لا لا الهل لا الانستيتيوت ده ما بيديش شهادات هل بيبعت لك زي ما بيديك الشهاده بيبعتها لك سوفت وبيبقى فيها رقم اللي عايز يعمل عليك فاليديت بتخش على الويب سايت بيضرب الرقم ده بيطلع له الفولدر بتاع الشهاده. الشهاده بتتجدد بتتجدد الشهاده كل ثلاث سنين زي شهادات البي ام بي بس الريكويرمنتس بتاعتهم برضه بنسى انك انت الفيديوز اللي انت بتكتب بيها لازم بتاخدها اخر سنه في الثلاثه. يعني مثلا انت امتحنت في 2016 فيديوز دي هي اللي عباره عن انت خلال الثلاث سنين لازم تكون خدت مثلا تريد. البي ام بي ان انت ممكن تكون طلعت من الامتحان او نجحت بتجدد الشهاده بعد ثاني يوم. الاوبشن ده مش موجود. لا انت لازم تكون عديت سنتين والتريننج تاخده في اخر سنه قبل التكليف. لا 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 بس تريننج كورس مش لازم الكورس ده تاخد اي كورس يدي فيديوز. لا تبعهم او غير تبعهم تاخد اي سيرتيفيكت بتدي فيديوز. ما هو الفيديوز دي بوينتس يعني احنا مثلا الكورس ده بيدي كام 30 او 30 دي فيديوز هو انت عايز حوالي 60 فيديوز فبتاخد اي تريننج او اي بروفايدر تريننج بتسعر عن الفيديوز اللي هي كام بتحقق 60% تدفع حوالي 100 دولار وبعد كده بتبدا الامتحان بتجدد السيرتيفيكت بتاعك كل ثلاث سنين. حد عايز يسال في حاجه ثاني عن الامتحان؟ جماعة الاونلاين بأي حد عايز يسأل في أي حاجة ريليتد بالامتحان؟ طيب هنبدأ إن شاء الله الكورس مع بعض. أول حاجة اللي هو سيكشن 1 اللي إحنا بناخده ده سيكشن 1 ده بيديك فاندمنتالز للبوست انجينيرنج عامة. طبعا لازم اول حاجه تكون عارف الكوست انجينيرنج هو اي حاجه ريليتد بالثلاثه فيديوز بتاعت الكوست انجينيرنج الاول الكوست استيميشن كوست بادجيتنج كوست كنترول ده الثلاثه فيديوز بتاعت الكوست انجينيرنج عامه. اول سيكشن ده بيتكلم عن فاندمنتالز بيبقى فيه عباره عن 8 شابترز ل في السيكشن ده. اول شابتر احنا بنتكلم عن كوست اليمنتس تاني شابتر بنتكلم عن ايه الفرق ما بين البرايسنج والكوستنج تالت شابتر الماتيريالز رابع شابتر الليبر خامس شابتر بيكلمك عن الانجينيرنج او دور الانجينيرنج في مرحله الكوست انجينيرنج سادس اللي هو بيتكلم عن الايكويبمنت او الماشينز عامه سابع الايكونوميك كوست واحنا هنأجل الشابتر ده لتكمله وطبعا احنا اتكلمنا عن الايكونوميك او الميجور بتاع الايكونوميك اناليسيس بتقسم ما بين شابتر رقم 7 وشابتر 27 علشان ما يحصلش ديسربشنز احنا هنأجل الشابتر رقم 7 ده عشان ناخده في مكانه احنا هناخده مع شابتر 27 عشان تحس ان الدنيا مربوطه ببعض. تامن شابتر ده بيتكلم عن الاكتيفيتي بيست اون كوست او العلم ده او هنا بتبقى عارف ايه الفرق ما بين الكوست والكنترول والكوست انجينيرنج والكونسبت بتاع الاكونتنج او الفاينانشال.
فاول شابتر احنا هناخده مع بعض اللي هو اسمه Cost Elements. ده شابتر 1. الشابتر ده بيجي لك حوالي سؤال او سؤالين على الامتحان. يعني معظم السكشن او سكشن واحد ده اللي هو السبع شابترز طبعا اكسكلود الايكونوميك كانت فعلا ان هو ما بيجيش ما بيسالش غير الكوست اليمنتس. هو ده بالنسبه له الفاندمنتالز او لازم تكون عارف ايه الفرق ما بين الدايركت كوست وايه الاندايركت كوست، ايه الفرق ما بين الفاريبل كوست والفيكسد كوست. حتى عنده فكره الفرق ما بينهم كيو اس تمام. تمام. خدت الكورس ده قبل كده. طيب باشمهندسين في حد عايز يضيف حاجة؟ السلام عليكم باشمهندس، معاك مصطفى العافية. باشمهندس علاء اتفضل. أنا ما سمعتش باشمهندس قالت إيه، بس أنا اللي أنا أعرفه يعني مختصر كده الدايركت والاندايركت. الدايركت كوست هي حاجة بتأثر مباشرة في سعر في 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 تكلفه الحاجه اللي انا بعملها. يعني انا مثلا بتكلم في منشاه بعمله، بتكلم في سلعه، اي جزء من التكلفه بيخش بدخله في الدايركت كوست. تمام. الاندايركت كوست الحاجات الغير مباشره، يعني الخدمات اللي بتصب بعد كده ان انا اخش على المنتج، لكن ما بقاش قادر احطها في صوره اكواد او صوره ملموسه. بعكس مثلا الليبرز مثلا او الماتيريال بقدر اعملها اكواد، والليبرز بقدر اعملها اكواد والاكويبمنت اند سون يعني. لكن بالنسبه للحاجات الاندايركت زي مثلا خدمات المساعده، الاوفيس، شغل الاوفيس، شغل الكلين، شغل التجهيز، ممكن شغل التجهيزات الروبيشن جلوبالايزيشن، كل الكلام ده تقريبا بحطه في الاندايركت كوست. اي حاجه ما اقدرش ان انا اعمل لها تكويد معنى صح. ده التخيل. تمام. والفاريبل والفيكسد، الفاريبل هو اساسا بيختلف تبع الوضع اللي انا فيه. يعني انا مثلا لو عايز اعمل كراشنج في المشروع بضطر ان انا اغير شويه حاجات، فبيحصل عندي فاريبل. تمام. يعني انا عايز اعمل كراشنج فاضطر هزود عمالة بوقت معين، هعمل شيفت جديدة، هزود معدات، فده هيبقى فيه زيادة. الحاجة الثانية لو دخلت تفصيل أكثر بقى في الفاريبل، إن أنا لو هعمل بقى حاجة مختلفة، يعني سعر مختلف، يعني نتيجة وضع مختلف. تمام. تمام. في حركة أولاً عايز تضيف حاجة تاني؟ شكرا. هذا طيب باقي الباشمهندسين في حد عايز يضيف اي حاجة؟ طيب نتكلم احنا بقى. طبعا الاضافة اللي حضرتكوا ضفتوها هي ممتازة. طيب الحاجة اللي اتكلمتوا فيه طبعا هو صح، بس نكمل المعلومة مع بعض. سواء الدايركت او الاندايركت او الفاريبل والفيكسد هي طريقة كلاسيفيكيشنز للكوست. بمعنى ايه؟ يعني دي مش تجوب دي، يعني مش دي سوبر سيت دي. يعني انت ممكن تكون في كوست دايركت بس فاريبل،
ممكن تكون دايركت وفيكس وهكذا، لكن مش ممكن تكون دايركت وان دايركت. خلاص. طيب طريقه الفاريبل او الفيكس دي طريقه بتدل على البيهيفير بتاع الصرف الفلوس. بمعنى ايه؟ لو انا جيت قلت لك اللي هي فيكسد كوست دي دونت ريليتد بالانتاج بتاعي، يعني هي فيكسد انا لازم بدفعها كل شهر او كل فتره وزود انا بنتج ايه او انا بعمل ايه. بمعنى زي ايه مثلا؟ لو انا مأجر مكان يبقى انا بدفع ايجاره كل شهر. طيب المكان ده انا مثلا فاتح اي مكان، يعني فاتح مثلا مركز كورسات، ماليش دعوه بقى انا اديت كورسات او ما اديتش كورسات، اشتغلت او ما اشتغلتش، بدفع الرنت بتاعه ده فيكس كل شهر. لو احنا بنتكلم على مشروع كونستراكشن، المحطه مثلا بتاعه خرسانه، المحطه دي مثلا الاكويبمنت بتاعته دي بالنسبه له فيكس لو هي تشارج ديبريشن. احنا طبعا هناخد الترمينولوجيز دي كلها، اللي هي ديبريشن اللي هو الإهلاك، ده عنده حاجه تتورد او حاجه تتقسم عليه اوتوماتيك. فالفيكس ده ملهاش علاقه بالانتاج. اما الفاريبل كل ما طبعا تزيد الكوست الفاريبل كل ما يزيد الانتاج، او العكس كل ما يزيد طبعا الانتاج، ده يدل ان احنا يزيد الفاريبل. يعني مثلا لو انت بتدفع كهرباء للمكان، فكل ما تشتغل مثلا اجهزه التكييف، كل ما تشتغل الاضاءه، كل ما انت تدفع فاريبل كوست على الكهرباء اكتر. خلاص. يبقى انا لو انا بتكلم فيكسد وفاريبل، ده البيهيفير بتاع الكوست نفسه او الصرف بتاع الفلوس نفسها. اما الدايركت وان دايركت ده بتدل على الكوست دي ديديكيتد على ويتش اكتيفيتي. بمعنى ايه؟ ان انا ممكن لو انا اقدر الكوست دي ريليتد باكتيفيتي بعينها يبقى هنا ايه؟ دايركت. اما لو هو الكوست دي ريليتد باكتر من اكتيفيتيز، او انا فعلا ما اقدرش اعمل لها كوست الوكيشن صح، زي ما باشمهندس قال في الكوست كودنج، ان انا ما اقدرش، يعني مثلا انا عندي لو انا بتكلم على الدايركت كوست، لو انا بتكلم على مثلا بند الخرسانه، يبقى الماتيريال بتاعت الخرسانه دي دايركت كوست، العماله بتاعت الخرسانه دايركت كوست، المعدات اللي انا بستخدمها دي دايركت كوست. طب ايه الان دايركت كوست؟ مرتبات المهندسين او مرتبات العماله الان دايركت دي برضو كوست. يعني احنا هناخد مع بعض كمان شويه الماتيريال، الاكويبمنت، الليبر، كل حاجه من الثلاثه ريسورسز اللي عندي في منها دايركت وفي منها ان دايركت. بمعنى انا عندي عامل، العامل ده اللي هو بيشتغل بيتقال عليه مانوال ليبر، ده اللي بيشتغل بايده، ده بيتقال عليه دايركت كوست. يعني مثلا عامل الفرن الكورياجي، او مثلا العامل الميسون او الكاربنتر، ده راجل دايركت. اما الراجل الفورمان او المساح ده اندايركت كوست. خلاص. دي مهم جدا انك انت تقدر تعرف او تبقى عارف الفرق ما بين الدايركت والاندايركت كوست والفاريبل والفيكس. في اي حد عنده كونفيوجنز ايه الفروق ما بينهم؟ تمام. طيب في حاجة مهمة جدا لازم تكون تعرفها، ايه الفرق ما بين الفكر المحاسبي والفرق الانجينيري؟ يعني الراجل كوست كنترول ايه الفرق ما بينه وما بين المحاسب؟ حد يعرف؟ السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام، كده اتفضل يا باشمهندس. هو دلوقتي بالنسبه للفكر الانجينيرنج للمهندس في الكوست كنترول، هو الراجل بيعمل اناليسيز للبند نفسه، بتكلفه البند، فبيعمل بريك داون ليه يعني. تمام.
اما بالنسبه للاكونت المحاسب هو بيعمل كوست سنتر، بحيث هو بياخد الداتا دي بيرميها عنده في الاخر خالص كحاجه جامده بلوك، يعني ده الاكتيفيتي ده بيتكلف كذا، او المعده دي كان ايجارها كذا او ثمنها كذا، لكن هو ما بيخشش في عمليه الاناليسز نفسه بتاع الاكتيفيتي. ده الفرق بين الاثنين، هو يعني مش شغلته، لكن المهندس ممكن بيعمل تفسير للبند، يعرف البند بيتجاب ازاي من اساسه، وفي الاخر خالص بيوصل لرقم، واذا كان ده كوست، وبعد كده بيحدد عليه البرايس. طيب في حد عايز يضيف حاجه ثاني؟ اول حاجه الستيبس اللي احنا بنمر بيها في موضوع الكوست، اول حاجه اسمها ريكوردينج، انك انت بتسجل الاكشوال كوست او الاكسبيدنشنز بتاعتك. تاني حاجه بنعمل كلاسيفاي، انك انت بتبتدي تكلاسيفاي الكوست دي بناء طبعا على حاجه مهمه جدا هنتكلم عنها دلوقتي. تالت حاجه اللي هي سمرايزنج، انك انت بتلخص اللي انت سجلته ده او اللي انت طبعا الريبورتات للتوب مانجمنت او لمدير المشروع. طيب طريقه الكلاسيفاينج دي، في هنا بقى يبتدي اول اختلاف ما بين الراجل المحاسب والراجل الكوست انجينير. الراجل المحاسب بيتعامل بمبدا اسمه جنرال ليدجر. حد سمع الترمينولوجي ده قبل كده؟ طيب خلينا نكمل معلومه. الراجل المحاسب بيتعامل بجنرال ليدجر، اما الراجل كوست انجينيرنج ده بيتعامل بحاجه اسمها تشارت اوف اكاونتس. التشارت اوف اكاونتس دي اول حاجه احنا بنعملها في المشروع او في الكوست كنترول، انك انت بتبتدي تعمل كوست كودنج. يعني كوست كودنج، الكوست كودنج ده من خلاله اقدر اسجل الاكشوال كوست بطريقه مظبوطه. يعني انا مثلا صرفت النهارده 100,000، ال 100,000 دول تحت ايه المبند؟ يبقى لازم تاخد كود. ليه طريقه كود؟ ان احنا زي ما اتفقنا اول ستيب اللي هي ريكوردنج. فانا لازم مثلا اسجل الترانزاكشنز او الحركه اللي حصلت دي تحت انهم كود. بيفيدني طبعا ان انا بعمل كلاسيفاينج، عايز احسب فعلا ايه اكتر حاجه صرفت فيها، ايه اكتر حاجه كلفتني ايه. دي طبعا احنا هنشوف اللايف سايكل بعد شويه. بس بعد ما بعمل كلاسيفاينج، هنا بقى بيختلف الراجل المحاسب عن الراجل البوست انجينير. بمعنى ايه؟ الراجل المحاسب مثلا في الجنرال ليدجر عنده بند اسمه بند المرتبات، ده مثلا نازل عنده على لاين واحد اسمه المرتبات او السالاريز. طيب لو انا جيت اديت بند السالاريز ده للراجل الكوست انجينيرنج او الكوست كنترول، للاسف هو مش هعرف اتعامل معاه از اكشوال كوست. يعني جيت مثلا في الشهر ده قال له عندك اكشوال كوست مرتبات 1,000,000 جنيه. طيب المليون جنيه انت راجل كوست انجينيرنج عايز تعمل الوكيشن، يعني انا مثلا في مرتبات، بس في مرتبات عماله، وفي جوه كمان مرتبات العماله اعمل لهم كلاسيفيكيشن، فين العماله بتاعت الخرسانه، فين العماله مثلا بتاعت الماكدونري، فين العماله الكذا. انا عايز اشوف كل باكج حسب الليفل اوف ديتيلز اللي انا محتاج، او محتاج ان انا انزل لحد عنده. خلاص. حاجة تاني، فطريقة البريك داون زي ما قال الباشمهندس علاء بتختلف من الراجل المحاسب وبتختلف من الراجل الكوست انجينير. طيب مين أصدق؟ دي بقى هنا حسب كل واحد واحتياج الداتا بتاعته. يعني ممكن ال 100 مليون دي أنا بعملها بريك داون وهو بيعملها بريك داون، دي ولا دي، حسب بقى طريقه الريبورت او حسب النوع الريبورت اللي احنا محتاجين نطلعه. طيب الحاجه المهمه الثانيه اللي لازم تبقى بتفرق ما بين المحاسب والكوست انجينيرنج، هو امتى يسجل اكشوال كوست. حد عنده فكره؟ طيب باشمهندس علاء. ايوه مع حضرتك. حد عنده فكره امتى سواء المحاسب او الكوست كنترول بيسجل اكشوال كوست؟ هو بالنسبه للاكشوال كوست، يعني
بالنسبه للمهندس هو بيحط الاكشوال كود وبيكوده، لكن المحاسب ما هو بياخد الرقم ده من بياخد القيمه دي من المهندس على طول. القيمه دي بياخدها من المهندس، يعني المحاسب هو اللي بياخد من المهندس ولا المهندس اللي بياخد من المحاسب؟ المحاسب هياخد في، لا هو حضرتك في اجزاء، يعني انا في حاجات اديها للمحاسب وفي حاجات انا باخدها من المحاسب، لكن انا زي ما حضرتك قلت كده بالنسبه للمرتبات انا هاخدها من المحاسب وهحط لها مثلا عندي فلوس، لكن في بند مثلا الايجار، ايجار المعدات انا بنزلها عندي وبديله اقول له الايجار بكذا. تمام. طيب باشمهندس محمد عثمان حضرتك كنت عايز تقول حاجه. ايوه انا بعتقد ان الاكشوال كوست الكوست انجينير بيبدا ان هو يسجل الاكشوال كوست اول ما الاكتيفيتي بتخلص، لكن المحاسب اعتقد لازم يبقى فيه سيرتيفيكيشن في انفويسز يقدر ان هو بعد كده يسجل عليها الاكشوالز اللي حصلت سواء اتصرفت او اذا كانت دخلاله حتى كايرننجز. ده تخيلي للموضوع ان الاكشوال كود الاكشوال كوست امتى ان هو بيتعمله ريكوردنج. تمام. في حد تاني عايز يضيف اي حاجة؟ طيب اكمالا اللي حضراتكم قلتوه، ده بيسجل actual cost وده بيسجل actual cost، بس خلينا نعرف امتى ده بيسجل actual cost وده امتى بيسجل actual cost. الراجل المحاسب ده بيسجل transactions. يعني ايه transactions؟ ده بيتعامل بفاكتس. يعني مثلا لو انت جيت اشتريت 100 طن حديد، خلاص هو طلعت من الخزنه بتاعته ثمن 100 طن حديد، خلاص بيسجل اكتوال كوست على السايت ده ان هو خد 100 طن حديد. اما الراجل الكوست انجينيرنج او الكوست كنترول ما يقدرش يسجل 100 طن حديد دلوقتي. امتى يسجلها؟ يسجل اول ما يبدا في الاكتيفيتي وبدا بقد ايه. يعني انا مثلا انا اشتريت فعلا 100 طن حديد، اشتغلت البند الاواعد، فخلاص اروح اسجل اكتوال كوست على بند الاواعد بالقيمه اللي انا خدتها من ال 100 طن. يعني مثلا انا خدت في الاواعد دي خدت 5 طن، خلاص اسجل على الاواعد 5 طن من ال 100 طن، ما اقدرش اسجل ال 100 طن. اما برضه الراجل المحاسب ما يقدرش ما يسجلهاش. ليه؟ ان هو مثلا لو المانجمنت او صاحب الشركه دي بالنسبه له فلوس خرجت من الشركه ما يقدرش ما يسجلهاش. لا، حته اللايف سايكل دي خلينا ندردش فيها. اول حاجه المفروض المهندس التكنيكال اوفيس او مهندس الموقع بيبعت حاجه اسمها بي ار. البي ار اللي هو بيرشيزنج ريكويست، انا محتاج كميه كذا من الحاجه الفلانيه. بتروح بعد كده لمين؟ بتروح مفروض للراجل بتاع البروكيورمنت. بتاع البروكيورمنت بيشوف اول حاجه الماتيريال اللي انت محتاجها دي موجوده، هل فعلا موجوده في المخازن ولا هنشتريها من بره؟ خلاص؟ طيب لو موجوده في المخازن تروح للراجل بتاع الكوست كنترول. لو مش موجوده في المخازن برضه تروح للكوست كنترول. طيب لو مش موجوده في المخازن او انا هعمل لها بيرشيزنج جديده، يروح للكوست كنترول يعمل ريفيو على البند اللي انت عايز، السعر اللي انت تشتري بيه ده الراجل بتاع الكوست ماتشنج مع البادجت ولا لا. يعني مثلا انا الراجل تكنيكال فرفعت ان انا عايز 100 طن حديد، خلاص ال 100 طن حديد ده هشوف رحت البروكيورمنت بتاع البروكيورمنت قال مثلا طن حديد انا هجيبه مثلا سيب 15000، خلاص تروح لكوست كنترول يشوف ال 15000 دي وزن البادجت اللي انا حاططها على المشروع ولا انا خلاص عديت البادجت ولا لسه اندر بادجت. طيب لو انا وزن البادجت خلاص بدوس ابروف، بدوس اوكي خلاص، وبعد كده بيروح للراجل بتاع البريكيورمنت بيخش في السايكل بتاع البرشيزنج، خلاص ان هو بيدوس ابروف. تروح بقى للمحاسب ان هو خلاص ادفع ال 100 طن. هنا بقى دور المحاسب ان هو يدفع، ملهوش سايكل او مش من حقه ان هو يقدر يوقف او يرجع.
الا بعض الشركات بتدي حته الكوست كنترول بيبقى شغالها محاسب، ودي طبعا بيحصل هنا مشاكل كتيره. احنا قلنا الفكر المحاسبي غير الفكر الانجينير. خلاص وانس ان هو حصل بالبرشيزنج للماتيريال دي بتيجي تتسجل، الراجل بقى بيجي يسجلها مين؟ بتاع المخازن. هي خلاص جت بقى في الستور، بتبتدي بتاع المخازن هو اللي يسجلها. سجلها ازاي؟ بيسجلها ان هي جت عنده في المخازن، وبيسجل اول ما بتطلع عنده من المخازن الكونتس اللي طلعت علشان يبلغها للراجل برضه بتاع الكوست كنترول او اللي بنقول عليه الماتيريال كيبر. ده اللي بيسجل انا سحبت النهارده 5 طن تحت بند الفاونديشن. خلاص احنا بندول لي كود جاست بس بيعمل ريكوردنج ان ال 5 طن دي، يبقى احنا خدنا 5 طن فاونديشن. وانس ان احنا خدنا الكاتب دي في اخر الشهر، انا عايز اشوف بند الفاونديشن ده مكلفني قد ايه، فبجمع خدت قد ايه ماتيريال، خدت قد ايه ليبر، خدت قد ايه اكويبمنت. خلاص عرفنا الفرق ما بين الفكر المحاسبي والفكر الكوست الفكر الانجينيرنج. في اي حد عنده كونفيوجنز؟ مهم جدا انك انت تبقى عارف الفرق ما بينهم، ان هو ده سواء في الحياه العمليه او سواء في الامتحان هو ده الكور بتاع الكورس بتاعك. الراجل المحاسب ده بيتعامل بحاجه اسمها جنرال ليدجر، اما الراجل البوست انجينيرنج بيتعامل بحاجه اسمها شارت اوف اكاونت. طيب الكوست مانجمنت، في احنا اتكلمنا او البوست انجينيرنج في ثلاثه سايكل. البوست استيميشن، الراجل اللي بيعمل بوست استيميشن للبند او المشروع ده راجل استيميتور، بيبقى في مرحله البيدنج بيشوف كل بند هيكلفه قد ايه، وبيحط الدايركت وبيحط الاندايركت، بيقدر يقول ان المشروع بتاعه الاستيميشن بتاعه هيكون مثلا 2 مليون او 3 مليون. يا جماعة معلش، في حد فيكم عمل خط أصفر كده على السكرين؟ أستأذنكم بس لو يشيلوا عشان بس ما تعملش مشكلة في الرؤية لحد فيكم. تمام. الكوست مانجمنت بيتكلم عن حاجة اسمها استيميتنج، ده اللي احنا قلنا عليه، ده راجل بيبريدكت أو راجل بيعمل استيميشن من البند ده أو المشروع ده. في حاجة اسمها كوست تريندينج. إيه الكوست تريندينج ده؟ طب ايه الفرق ما بين الكوست تريندنج والكوست فوركاستنج؟ او ايه الكوست فوركاستنج اللي يعرف حاجه فيهم يقول؟ فوركاستنج انا بنبأ بالتكاليف في الفتره الجايه. مثلا عندي مشروع هايبر مدته سنتين، تمام، بعد 6 شهور مثلا انا اتوقع مشروعي في عن كام؟ اكشوال كوست كام؟ اكيد بقى تغير اسعار، اكيد اختلاف كميات. التريند اعتقد معدل صرف كل شهر او معدل تكاليف كل شهر. يعني انا النهارده هصرف 20 مليون، الشهر الجاي هيزيد 10 مع 4 مليون. طيب التريند بوزيتيف بطريقه كبيره. طيب كلمه تريندنج زي ما قال باشمهندس، هو بشوف ال حركه الاكتوال كوست عندي. يعني مثلا الشهر اللي فات صرفت اكتر اقل من الشهر ده، فبشوفه في شكل اللي هو الترند اناليسيس، بشوف انا بطلع ولا بنزل، ابس اند داون، بطلع وبنزل. وحاجه تاني بتغطيها كلمه ترند، لو انت حتى على السوشيال ميديا ايه اكتر حاجه صرفت فيها. يعني مثلا انا عايز اشوف انا صرفت 100 مليون،
هل 100 مليون البلد بتاع الفلوس راح فين هو حاجة؟ يعني مثلاً 100 مليون أنا صرفت منهم 20 مليون بس مرتبات، فأصبح الترند المرتبات في الشهر ده هو ده الموست اكتشوال كوست رايح، ده جزء من الترند. أما الفوركاستنج دي من ضمن الحاجات اللي بتطلب منك انك انت زي ما هناخد في الايرنت فاليو، مش جاست انك انت بتعمل بتسجل اكتشوال كوست، لا انت بتفوركاست كمان. يعني انت مثلا بتيجي تقول احنا صارفين لحد وقتنا هذا 100 مليون، طيب ال 100 مليون من اصل كام؟ من اصل المشروع بتاعي 500 مليون. طب هل احنا فعلا هنقفل على 500 مليون؟ هنعلى على 500 مليون؟ هنقل على 500 مليون؟ فدي فوركاست، يعني انت بتتوقع اللي باقي من المشروع بلس اللي باقي حتى ما نقفل المشروع ده اللي احنا بنقول عليه الاي سي او الاستيميتد كومبليشن والاي تي سي. فالكلام ده طبعا بالتفصيل هناخده في الايرنت فاليو. رابع ترمينولوجي اللي هو بنتكلم على اللايف سايكل كوستنج او ال سي سي، دي لايف سايكل بتاعه اي حاجه او اي اسيت من اول ما انا بعمل لها انيشيشن او جماعه اللي بيقولوا عليها انيشيال كوست لحد ما انت بتتكهن الاسيت دي عندي، وخلال طبعا المينتنس والاوبريشن كوست. يعني مثلا انا بتكلم على حاجة كلنا نفهمها، لو انا هجيب مثلا مكنة تصوير او برينتر دي انا اشتريتها انيشيشن كوست ب 1000 جنيه، يبقى انا ال 1000 جنيه دي انيشيشن كوست عمرها الافتراضي كان 5 سنين، بتسجل طبعا ترانزاكشنز دي اللي هو ايه، مثلا بصرف على صيانة بجيب ورق وهكذا لحد ما انا ببيعها، ونشوف طبعا بتبيعها هل بتبيعها كاهنة ولا بتبيعها سالفج فاليو. كل ده او كل الكوست الترانزاكشنز من اول ما اشتريت الاسيت دي لحد ما اتصرفت فيها دي بنقول عليها لايف سايكل كوست. لحد السايت دي احنا بنكون خلصنا اول شابتر، الشابتر ده يعتبر زي انتدكشن للكوست انجينيرنج، شابتر مهم فعلا، هو ده الشابتر الوحيد اللي ممكن يجيلك عليه اسئله في اول سيكشن، وبيفتح دماغك ايه الفرق او ايه الكلاسيفيكيشن بتاع الكوست. في اي حد عايز يسال في اي حاجه؟ لا في كتاب في ماتيريال بحاول ابعت لهم صوت بس كمان يا جماعه يا ماشي لا مش اول كده، يعني هو في ماتيريال دي اللي انا عاملها، وفي كتاب اللي احنا بنشتغل بيه اللي هو اسمه سكيلز اند نوليدج اللي انا بعته لكم على الجروب، وفي كتاب تاني اسمه ستادي جايد. ستادي جايد ده بيبقى فيه تلخيص عن كل شابتر وعدد من الاسئله. خلينا بس اقول لك هنت بسيط، في مشكله او صعوبه في الجماعه هم بتشوف السكيلز والنوليدج ان هو في الحقيقه ان هي مش كتاب. الحقيقه ان هو عباره عن 34 شابترز، عباره عن 34 تكنيكال بيبر جمعوهم وبقي الكونتنت بتاع الماده دي. يعني هو 34 بيبر، يعني هتلاقي حتى البوستر بتاع الشابتر ده غير البوستر بتاع الشابتر اللي بعده، فهتلاقي هنا في مشكله ان الكلام مش مترابط، اسلوب الكتابه مختلف من شابتر للتاني، الترمينولوجيز ساعات بتختلف من واحد للتاني. خلاص الحاجه الثانيه الصعوبه ان الكتاب مكتوب بفونت صغير جدا 6 او 8، هتلاقي في بعض الناس مشكله في القرايه. خلاص في اي حد عايز يسال في شابتر 1 من جماعه الاونلاين؟ ما عدا الباشمهندس علاء والباشمهندس محمد عثمان، معانا الباشمهندس احمد، الباشمهندس تامر، الباشمهندس علاء الدين، ولا في مشكله عندهم؟ بالنسبه ليا تمام، الصوت كويس تمام يا باشمهندس، باقي الباشمهندسين كده تمام؟ تمام يا باشمهندس مع حضرتك.
تمام. انا بس بتاكد بس من وقت للتاني ان الدنيا واضحه للجميع ومفيش اي مشكله في النتورك او اي مشكله في الصوت، يعني صوت بيقطع او اي حاجه. تاني شابتر هنتكلم عليه اللي هو شابتر 2 ده البرايسنج والكوستنج. خلاص، ايه الفرق ما بين البرايسنج والكوستنج؟ او ايه الفرق ما بين الترمينولوجي البرايس والترمينولوجي بتاع الكوست؟ يعني لما امتى اقول الكوست وامتى اقول برايس؟ اتفضل باشمهندس محمد. البرايسنج يبقى هو الكوست بلس اي اديشنال اوفر هيدز او المارجن او كل حاجه، لكن الكوست هو التكلفه الفعليه اللي بتتم بيها الاكتيفيتي او بننفذ بيها الاكتيفيتي. تمام. في حد عايز يضيف حاجه؟ طيب حاجه بس كنت عايز اقول لكم عليها، انه لازم لما اقول برايس او كوست تسالني من ويتش برسبكتيف، يعني من منظور مين. يعني لما انا بتكلم من وجهه المالك، فالمالك يعني انا بتكلم مشروع مثلا مشروع مول، هو المالك بيقول مشروع مكلفني 100 مليون يبقى ده الكوست بتاعه، لكن لو كونتراكتور ده السعر بتاع الكونتراكتور. يبقى هما كلمتين البرايس بتاع الكونتراكتور هو الكوست بتاع الاونر. وايه في المثل لو انا بتكلم عن كونتراكتور وساب كونتراكتور، اما الفرق ما بينهم زي ما حضرتك قلتوا البرايس، انا بعت السلعه او السلعه دي اشتريتها بمين، الكوست هي كلفتني قد ايه. الفرق ما بينهم ان انا بحمل الكوست المارجنز بتاعتي الهامش الربح بتاعتي، بحملها المصاريف الاداريه التاكسس السوشيال انشورنس والحاجات دي طبعا، فده الفرق ما بينهم. طيب في عندي طريقتين ان انا اعمل برايسنج او اسعر المشروع، حد عنده فكره ايه الطريقتين دول؟ طيب البرايسنج او ان انا صعب، اتفضل يا باشمهندس محمد. هو طبعا الاستيميشن في عندنا بوتوم اب استيميشن، وفي عندنا اب داون استيميشن، بحيث ان احنا بناخد بتشوف بنعمل بريك داون للاكتيفيتيز، نبدا نسعر اقل حاجه في الاكتيفيتي ديت من بدايتنا. مثلا لو قلنا مثلا الكونكريت، نبدا الكونكريت مثلا عندنا بيبقى في الكونكريت نفسه، في الفورم وورك، في الكلام ده كله، فبنبدا نعملها من بوتوم اب. بعدين زي الدبليو بي اس، زي شغل الدبليو بي اس بالظبط. وفي ان احنا بناخد الايتم كله على بعضه ونسعره مثلا بره، ونبدا نعمل له يعني مش عارف اوصلها ازاي يعني، بس بنبدا نعمل له بريكنج داون بعد كده. تمام. اللي حضرتك قلته ده صح بنسبة 100%. الطريقتين او التولز استراتيجيز اللي انا بشتغل بيهم، اول طريقة اللي هي البوتوم اب، والطريقة الثانية اللي هي اسمها ايه؟ بوتوم اب دي جاية من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ لا، من تحت لفوق، من الاكتيفيتي الصغيره للاكتيفيتي. يعني انا بعمل بريك داون، انا بعمل الاستيميشن، انا بشتغل على اقل ليفل وبطلع بيه، بعمل اجريجيشن بجمع، صح؟ مظبوط.
طيب الطريقه الثانيه لو انا بشتغل من تحت من فوق لتحت نعتبرها باشمهندس كوست بلس. كوست بجيب سعر الحاجه وبعد كده بحط عليها البلس اللي هو الباك اب او المصاريف الاخرى اللي متحمل عليها. هي بنقول عليها توب داون استيميشن. التوب داون استيميشن دي بعض المشاريع ببقى انا عايز مثلا المشروع ده انا ما عنديش خبره فيه او ان انا عايز اضيف للبروفايل بتاع الشركه بتاعتي سابقه خبره في المجال ده فبنقول عليه فود هول. انا عايز احط رجلي مثلا في البلد دي او ان انا عايز احط رجلي في الكارير ده او مع العميل ده فانا بحط سعري كاني بيتقال بالبلد اللي هو بحرق سعر وبعد كده منه يعني مثلا انا دخلت يجي يقول لك انا حطيت سعر مثلا المشروع ده 50 مليون ال 50 مليون حاجه رفلي كده 50 مليون بعد كده وانس ان انا بيرسع لها مشروع بعمل بقى اللي هو احنا بنقول عليه التوب داون استيميشن ازاي اوزع ال 100 مليون او 50 مليون ده على الكوز بتاعه ازاي ان انا اعمل فدي طريقتين يا اما بشتغل بوتوم اب بعمل اجريجيشن انا بشتغل من اقل ليفل بطلع لحد ليفل المشروع العكس التوب داون استيميشن التوب داون استيميشن بس استغلها انت لو انا محتاج اندستري جديده محتاج اخش معامل جديد محتاج اخش ريجنز او بلد جديده فانا بحط السعر وبعد كده بعمل بشوف ال 100 مليون دول هيشتغلوا المشروع ازاي او انا اعمله ازاي خلاص اللي بنقول عليها ماست وين هي التوب داون استيميشن طيب طريقه البرايسنج زي الجماعه اللي خدوا في البي ام بي ليها انبوتس وفي تولز اند تكنيكس وفي اوتبوت الانبوتس طبعا محتاج ان انا دبليو بي اس محتاج الدبليو بي اس بتاعه المشروع بتاعتي اللي تتلخص في البي كيو تتلخص في الدرونز اللي هي السكوب بتاعي تاني حاجة الهيستوريكال ريكوردز يعني ايه الهيستوريكال ريكوردز؟ محتاج طبعا مثلا لو انا بعمل كوست استيميشن محتاج معدلات الانتاج بتاعتي بتاعت العمال انا احط عمالة عاوز احسب ازاي البند ده بيكلفني قد ايه عمال محتاج الليست مثلا بتاعت الاجور يعني عايز اعرف مثلا ميسون الريت بتاعه كام المهندس الريت بتاعه كام وهكذا كوست استيميشن انك انت بتعمل كوست استيميشن كوست مانجمنت سيستم هنشوف مع بعض ايه كوست مانجمنت سيستم بعد كده بتدخله في تولز وتكنيكس انك انت بتعمل برايسنج استراتيجيز مثلا اللي احنا اتكلمنا عنها تاني حاجه السيلز والريفينيوز هنشوفها مع بعض هنشوف ايه الار او اي هنشوف يعني ايه ريتيرن اون سيلز وهنشوف اخر حاجه اللي هي البريك ايفن اناليسيس بعد كده بتطلع الاوتبوتس بتاعتك اللي هي البروجكت اكيوزيشنز اللي هي المشروع كلفني قد ايه وايه اللي انا محتاجه في المشروع بعد كده البيزنس ديسيشن اللي انا مثلا لو اجي اقول لا البيزنس ديسيجن دي طبعا لو انا مثلا باخد قرار ان انا هنفذ المشروع ده ذاتي هنفذه سب كونتراكتنج وهكذا بعد كده الليسنز ليرن طيب التولز والتكنيكس دي تعالى نشوفها مع بعض بالتفصيل ايه البيزنس اند ايكونوميك ريشوز اول حاجه اللي هي ار او اي ريتيرن ريتيرن اون انفستمنت حد سمع الكلمة أو الترمينولوجي ده قبل كده؟ طيب الـ ROI في حاجة اسمها simple وفي حاجة اسمها complex الـ ROI الـ simple ده بمعنى صح الـ gains minus الـ investment cost على الـ investment cost بمعنى إيه؟ يعني لو أنا هعمل مشروع المشروع ده مثلا هيكلفني 50 مليون ده 50 مليون دي اللي هي الانفستمنت كوست الجينز انا هعمل مشروع 50 مليون هيجي لي منه او ايه العائد بتاعي هيجي لي مثلا 70 مليون
يبقى بيطرح ال 70 ماينص 50 على ال 50 يطلع لي حاجه اسمها ار او اي الريتيرن اون انفستمنت. معنى ان هو يطلع مثلا 15.8 دي حاجه كويسه او حاجه وحشه ما اعرفش ليه. ان انا مثلا باجي اشوف الريتيرن اون انفستمنت هل العائد ده اللي انت عايزه ولا انت عايز اكتر او اللي انت عايز اقل. ففي الشرط اللي احنا هناخده شابتر 7 في حاجه اسمها مينيمم ريت اوف ريتيرن. يعني انا مثلا بعمل مشروع اقل عائد انا محتاجه 20% يبقى اصبح الثريشولد بتاعي 20% يبقى اصبح المشروع اللي انت 15% مش هينفع معاك يبقى نوت فيزبل. خلاص ايه الكومبلكس ار او اي او الكومبلكس ريت اوف ريتيرن ده سوري ريت اون انفستمنت ده بيقسم الافرج ييرلي بروفيت. هنا بقى بتكلم على البروفيت خلاص على الاوريجينال انفستمنت بلس الوركينج كابيتال. الوركينج كابيتال دي بيكلمك في ترمينولوجي كلنا بنسمع عنه اللي هو اسمه ايه الوركينج كابيتال. الوركينج كابيتال لو انت جيت خدت اسيت مانجمنت او الكورسات دي اي شركه بيبقى ليها راس مال. راس مال دي يعني مثلا انا ممكن اكون صاحب شركه راس مالي غير راس مال الشركه. راس مالي دي اللي انا يعني انا مثلا راجل معايا 100 مليون مش شرط احطهم كلهم في الشركه. انا الشركه دي الشركه اللي هي اكس انا مدور فيها جاست بس 20 مليون هي دي الوركينج كابيتال. دي الكابيتال بتاعه الفلوس التشغيل بتاعه الشركه يعني لا دي الاوريجينال انفستمنت. انت المشروع ده اوريجينال انفستمنت ايه لكن الوركينج كابيتال ده عشان شركه لا يعني بعد شويه هناخد مثلا واحنا بنحسب الكوست او الهيد اوفيس اوفر هيدز. هو باشمهندس تامر هنا بيقول راس المال المدفوع. يعني ايه راس المال المدفوع؟ اتفضل كده يا باشمهندس. ممكن الصوت بيقطع عنده فيا ريت تكلمني. طيب الوركينج الفرق ما بينهم يعني انا مثلا انا في الشركه دي انا مشغل 20 مليون او انا بانفست في الشركه دي 20 مليون. اما المشروع ده هو مشروع من مجموعه مشاريع بانفست فيه بكام؟ هي دي اللي هي الاوريجينال انفستمنت. خلاص؟ يعني الاوريجينال انفستمنت ده لو انا عندي مثلا مشروع فيه 10 عمايل مثلا 10 عمايل ب 100 مليون تمام يبقى الانفستمنت كوست عندي 100 مليون تمام. انا كشير هولدر في الشركه مشغل فيه كام 10 مليون مثلا يبقى انا هنا تحت بجمع 100 زائد 10 يعني ممكن كام ايوه بالظبط ممكن كام ده عائد على نسبتي في المشاركه. ليه؟ ان الشركات بتتعامل مع المشاريع ان المشروع كانه مهير او مقدر منه جزء من الاسيتس اللي عنده جزء من العماله. يعني مثلا انا بعد شويه ناخد بعد شويه في الكورس الكوست بتاعت الهيد اوفيس تسجل ازاي؟ الهيد اوفيس ده متحمل على المشاريع فبيتحمل بنسبه. النسبه دي بحسبها ازاي؟ هنشوف مع بعض بقى ساعتها. خلاص؟ طب هو المشروع باسم الكوست هو المشروع واحد. خلاص في شغل طيب في حاجه تاني اللي هي ار اي اي اللي هي ريتيرن اون افريج انفستمنت. بيجي يقسم الافرج ييرلي بروفيت على الافرج اوتستاندينج انفستمنت. يعني ايه كلمه اوتستاندينج انفستمنت؟ اوتستاندينج بس
في حد من الباشمهندسين عايز او يقدر يشاركنا يعني كلمه outstanding investment؟ في باشمهندس بيقول if the project is divided into phases. الفيزز لو انا قصدي ودي ممكن تصلحني فيه لو فيزز يعني مثلا لو انا واخد فيز وفي فيز تاني بس لسه مش معايا انا فعلا مش بتكون اوتستاند بالظبط ده قصدي تمام. وفي باشمهندس بيقول راس المال مخصص للاستثمار خلال السنه لا هي مش عارف دي قصدك ايه دي الاخر جير اللي بروفيت مثلا ولا ايه. طيب الاوتستاندينج يعني مثلا خلينا نتكلم عن الاوتستاندينج انفويسز. ايه الاوتستاندينج انفويسز؟ يعني مثلا بتكلم عن مستخلصات. انا سيد الشهر ده عملت مستخلصات دي 500 مليون. ال 500 مليون بس انا ما جمعتش منهم غير 100 مليون يبقى الاوتستاندينج كام؟ الفرق ما بينهم ده بيتقال عليه outstanding هو مش كولكتد معايا او في ناس بتعمل من outstanding اللي هو حجم شغله كمان اللي بنقول عليه work in progress بس لسه ما عملتش فيه invoices او لسه ما صرفتش. لا انا لسه ما صرفتش يعني انا كمستخلص هو outstanding لسه ما دخلش جيبي لسه مش كولكتد سواء شغل او عملته ولسه ما عملتش فيه invoices او لسه ما عملت بيه انفويس وخدت بيه الكود بس لسه مش كوديت. على نفس الكلام على الانفستمنت يعني في الجماعه بتوع الانفستمنت دايما بيجي يقول لك البروجكتس في البايب لاين. يعني ايه كلمه بروجكتس في البايب لاين؟ المشاريع اللي لسه داخله عليها مثلا هي دخلت بنسبه 100% او لسه في اكشوال؟ لا ممكن يكون مضى العقد ممكن يكون مضى بتاع العقد بتاع المشروع بس لسه ما بداش بدا او استنى. وعايز ده اللي هي المشاريع اللي لسه ما خدتش الانفستمنت لسه ما خدتش. ما هو لا هو ما فيش يعني انا معايا مشروع يعني مثلا احنا ايوه بس مش اكشوال الانفستمنت حصل بالظبط فما خدتش الفكره دي لسه ما حصلش عليه ترانزاكشن هو ده الاوت ستاند. طيب في ريتيرن اون سيلز الار او اس ده بيقسم النت بروفيت افتر تاكسس بعد الضرايب على السيلز المبيعات بتاعته. في ار او اي اللي هي ريتيرن اون اسيتس دي الايرنز فور انترست اند تاكسس قبل الضرايب والفايده على النت اوبريتنج اسيتس. طبعا المبدا الاسيتس دي احنا هناخد شابتر النهارده الايكويبمنت في شابتر تاني بيكلمك على الاسيت وبيكملوا شابتر اللي هو الايكونوميك اللي هو كيفيه التعامل مع الاسيت. هل الاسيت دي انا مثلا لو انا جايب معده او جايب ورش هل المعده دي انا هتعامل معاها ازاي؟ هتعامل معاها بالريت ولا بالديبريشيشن؟ فدي مدارس هناخدها مع بعض اللي هي التعامل مع الاسيت بالتفصيل. في جروس بروفيت مارجن ريشيو دي بيقسم الجروس بروفيت على التوتال سيلز. في اي حد عايز يعرف اي حاجه عن الكلام ده؟ ايوه دي كلها على السيلز هي مش بتيجي كراجل جروس بتروح عامل بزنس عايز الراجل ده يشوف الشركه بتاعته ريتيرن بزنس ده انا عامل شركه مثلا بطبخ كام مليون بيجي لي كام مليون بيجي لي كام بروفيت بيجي لي هيجي مثلا معاك حاجه كده نمبر 1 هيجي لي 15.8 ونمبر 4 مثلا هيجي لي 12.7 انا كراجل دلوقتي تشيرمان او صاحب البيزنس ما هو انا بقول لحضرتك احنا فيه معلومة لازم تكون عارفها في حاجة اسمها المينيمم ريت اوف ريتيرن. يعني أنا عملت شركة مثلا أنا الشركة دي أنا مش بأي حد تيجي تقول له عايز أعمل شركة لو أنت راجل مستثمر يقول لك طب يلا بينا. في حاجة اسمها فيزيبيليتي ستادي. الفيزيبيليتي ستادي دي اللي دراسة الجدوى أنا بعملها
ومن ضمنها ان انا بشوف المشروع ده بالنسبه لي مجدي ولا لا، بيجيب لي النسبه اللي انا عايزها اللي هي اي ولا لا. يعني مثلا المشروع ده هيجيب لي 15%، اجي اقول لك لا ليه، انا بخشش في المشاريع غير بالـ 15% بالظبط. في ناس بتقارنها مثلا او الحسابات اللي هي رقمي تيجي تقول له مثلا انا عايز اعمل مشروع، المشروع همشي له كام او عائد بتاعه كام، يقول لك 10%، يقول لك لا في البنك احسن بغض النظر حلال ولا حرام. فقارنها بالبنك اللي هي اخش والعب ريسك في الاخر اجيب 10% بس مش بزنس. فلا دي انديكيتورز او انسيز مهم جدا بتعرف او بتشوف البيزنس بتاعك دي وزن الليمت بتاعك ولا لا. خلاص دي افضل. طيب في حاجه مهمه جدا هنتكلم عليها اللي هي بريك ايفن اناليسيس. حد عنده فكره ايه البريك ايفن اناليسيس دي او الترمينولوجي بتاع البريك ايفن؟ لا يعني هي حضرتك قلت نص إجابة ونص جزء. لا بالظبط البريك ايفن انك انت بالبلدي المشروع مكيف. دي دي لغة السوق اللي هو مكيف، يعني ايه؟ مغطي تكاليفه. هل انا مكسب؟ لا. طيب في بعض التيرمز لازم نكون عارفينها مع بعض، اللي هي اول حاجه اللي هي سيلينج برايس، انا بعت الحاجه دي بقد ايه. في الفاريبل كوست اللي احنا اتفقنا عليها. في حاجه اسمها كونتريبيوشن مارجن، دي عباره عن ايه؟ الاس بي اللي هي السيلز ماينس البي سي اللي هي ايه؟ البي سي اللي هي الفاريبل كوست. وفي طبعا الفيكسد كوست، وفي حاجه اسمها اليونتس اللي انا محتاجها. طيب معنى ايه؟ خلينا نشوف الاكزامبل ده. الكونتريبيوشن مارجن دي بيطرح الاس بي اللي هي السيلينج برايس ماينس الفاريبل كوست في سي. خلاص. طيب الايكويشن بتساوي الاس بي بتساوي الفي سي اللي هي الفاريبل كوست بلس فيكس كوست. خلاص. طب خلينا نشوف مثال. بيقول لك each unit selling price كل واحدة أنا بنتجها ببيعها بكام؟ بـ4 دولار، وهي بتكلفني 2 دولار، وفي fixed cost. هو fixed cost ده وزود بقى هنتج 50%، ده fixed cost. في البريد دي عبارة عن 600 دولار. What is the break even point in units and sales revenue؟ بتيجي تعوض بتقول الاربعه اللي هي السيلز اللي هي انا هبيعها باربعه في عدد اكس اللي انا عايز اجيبه بيساوي 2 في الاكس اللي هي بتكلفني 2 لكل اكس، كل واحده بتكلفني 2 بلس 600. خلاص. ال 600 اللي هي ايه؟ قلنا اللي هي فيكس زي ما كده كده بدفعها، فاصبح الاكس بيساوي 300. يعني ايه 300؟ يعني انا لو انتجت 300 وحده بس اللي هبيعهم هو هو اللي انا هجيبه. فانا اعوض كده 300 اضرب 300 فهبيعها بكام؟ ب 4. 300 في 4 بكام؟ 1200. طيب ال 300 دول هيكلفوني كام؟ 2 600 بلس 600 بقى 1200. يبقى هنا مكيف اللي انا بعته هو اللي انا ايه؟ غطى مصاريفي. يعني عشان اكسب لازم اعدي ال 300، هو لازم شغل يعني. خلاص؟ البريك ايفن سيلز ريفينيو بيضرب ال 300 زي ما احنا قلنا في ال 4 دولار طلع لنا اللي هي ال 1200. خلاص؟ المثال واضح وسهل. في اي حد عايز يسال في حاجه؟ ايوه الكونتريبيوشن مارجن اللي هو طلع لي غلط. يعني المثال هنا مثلا بي اللي هو 1200 ماينس contribution margin اللي هو انا في المشروع ده بشارك بكام؟ contribution
هامش ربح اللي انا شاركت بيه، فبيجي يطرح السيلز اللي انا بعته ماينس الفاريبل كوست. طب مش هيطلع لي نفس الكوست؟ لا التوتال كوست مش فاريبل وفيكسد بس. يعني مش دي بي اس بي ماينس بي سي فين حضرتك؟ الايكويشن هي اس بي ايكوال بي سي بلس اف سي. الاس بي بيساوي بي سي بلس الاف سي. حاجة بس اقول لك انه لاين اقول لي هنا انا هذا جيت وديت الكتاب ده ناحيه ثانيه ماشي. مش هو ده يبقى اس بي ماينس في سي ماينس في سي. انت هتودي مين دي؟ اه هتوديها هناك بالظبط. اس بي ماينس في سي هيساوي اف سي. هيطلع لا هيطلع لك سي ان. مش هين؟ انت عايز تقول دي ماينس دي بيساوي ده؟ لا يعني الايكويشن دي اس بي ماينس بي سي ايكوال فيكس كوست صح؟ ماشي يعني معنى كده الفيكس كوست هو كونتريبيوشن مارجن. بس هو مش دي الحقيقه يعني مش ينفع تقول ده ماينس ده بيساوي ده على طول. ايه؟ ما هي اكس ما هي عايز دي اكس دي لو واحد خلاص فاس بي ماينس بي سي ايكوال فيكس كوست. الواحد ايه؟ الواحد يعني انت انت عايز تعوضها كده بس هو ايه اللي انت جبته في الاخر؟ انا عايز افهم يعني ايه كونتريبيوشن معنى مارجن معنى ايه فيزيكال؟ ما هو فيزيكال زي ما بقول لحضرتك انت يعني انا مثلا انت تعالى معوض انا مثلا انا ضغط في الفيكسد كوست هتبقى لازم الفيكسد كوست على الاكس انا مش بديها من واحده لكن كده لازم تبقى على الاكس كل واحده انا كونتريبيوشن فيها قد ايه يعني انا فيكس مثلا الفيكسد كوست اللي هي 600 ليها كونتريبيوشنز في عدد الوحدات اللي انت بعتها صح؟ يبقى هي دي كونتريبيوشن مارجنز. وصح زي ما قال باشمهندس هامش الربح للوحده الواحده. يعني هي هامش الربح للوحده الواحده. وبرضه بتقيس هامش الفيكسد بالنسبه للوحده واحده. مش دايما يحسبوها يجي يقول لك مثلا يقسم اللي هي الفيكسد على عدد اليونتس او عدد مثلا لو انت سيبك من اليونتس لو انا عندي كورس يبقى بشوف مثلا لو انا عندي انا بدخل الكورسات فانا بحمل الفيكس كوست دي على عدد الكورسات اللي هي كانت راننج خلال الفتره دي. لازم في كونتريبيوشن انا بالنسبه للمشروع ده هحمله اكس في لازم ما ينفعش 600 دي احملها بالك يعني مش السي ام دي ممكن تعتبر اف سي يعني اكس كوست على عدد المشاريع واليونتس اللي انا محتاجها اللي هي بالظبط. مش هامش الربح مش تحتاج السبب او دي هامش الربح او في السبب. خلاص كده الشابتر 2 يخلص معانا. انا استاذنكم بس هناخد بريك صغير هنصلي ونرجع لحضراتكم ونكمل بقى الكورس. في حد عايز يسال في اي حاجه؟ باشمهندسين باشمهندس علاء باشمهندس تامر باشمهندس ان شاء الله. طيب خلاص مستاذنكم بس التلت ساعة يعني دلوقتي الساعة 4:05 هنيجي سي 4:30 نكمل بقية الكورس. خلاص 4:30 الجماعة اللي في السعودية يعني الساعة 5:30